أنتقل إلى هذا المباشر، حيث يصل رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شيع السوداني إلى هنا. نتابع وإياكم مشاهدينا. إذن كما تتابعون مشاهدينا هذه اللحظة التي تشهد وصول رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شيع السوداني إلى مركز الاقتراع للاطلاع على انسيابية العملية الانتخابية وكذلك الإجراءات اللوجستية والإدلاء أو إلى جانب الإدلاء بصوته في هذه العملية الانتخابية التي تتعلق بمجالس المحافظات العراقية ضمن التصويت العام. إذن يتوجه السيد السوداني إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوته. هنا نتابع معكم مشاهدينا وصول السيد السوداني إلى الغرفة التي تتعلق بالتصويت والاقتراع. إجراءات طبيعية كما هي الإجراءات التي تسير على المواطنين العراقيين الذين يريدون الإدلاء بأصواتهم. كما تشاهدون أو تتابعون مشاهدين هذه الصور المباشرة ننقلها إليكم بعد قيام رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شيع السوداني بالإدلاء بصوته بهذا العرس الوطني الانتخابي فيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات العراقية ضمن التصويت العام. يغادر هنا السيد السوداني مركز الاقتراع، كانت يبدو أن له جولة في مركز الاقتراع للاطلاع على سير العملية الانتخابية هناك وكذلك الاطلاع على الاستعدادات اللوجستية والاطمئنان على أيضا الأوضاع الأمنية فيما يتعلق بهذه الانتخابات. جولة يبدو في المركز الانتخابي للسيد السوداني للاطمئنان على كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية بعد أن قام بالإدلاء بصوته ضمن إجراءات منسقة ومنظمة. بعدكم ما يشوفون.
تميز عملية انتخابية تلقيتها بعد 10 حقود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء شكرا جزيلا لكل وسائل الإعلام اللي رافقت العملية الانتخابية وغطت مفرداتها في كل محطة. اليوم يوم وطني نبارك لأبناء الشعب العراقي هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني الذي تأخر طيلة أكثر من 10 سنوات. الانتخابات مجالس المحافظات تمثل استحقاق مهم لتطبيق اللامركزية الإدارية وتمثيل أبناء المحافظات في الحكومات المحلية وتمكينهم من إدارة شؤونهم. بالتأكيد المحافظات كمجالس ومحافظ بما ينتج حكومة محلية هي ركن تنفيذي ثاني للدولة وتساعد بشكل كبير للحكومة في تنفيذ برنامجها التنفيذي الحكومي. لذلك أدعو أبناء الشعب العراقي للمشاركة الفاعلة في اختيار الأكفى والأصلح وممن يتمتع بمواصفات النزاهة والإخلاص لكي يكون ضمن هذا المجلس المهم الذي يمثل المحافظات ويؤدي واجباته وفق الدستور والقانون ويكون مساند للحكومة في تنفيذ البرنامج. طبعا الحكومة أنجزت ما عليها وهذا جزء من واجباتنا ومهامنا نحو تعزيز الاستقرار السياسي. الحكومة أكملت كل المتطلبات اللوجستية والأمنية وهنا نشيد بدور أجهزتنا الأمنية التي بذلت جهود استثنائية في تأمين العملية الانتخابية وتوفير الأجواء السليمة للقوى السياسية للمرشحين أثناء الحملة الانتخابية وصولا إلى هذا اليوم المهم والذي تنتشر فيه قواتنا بمختلف صنوفها وتشكيلاتها في كل محافظات العراق من أجل تأمين الظروف المناسبة للمواطن لممارسة حقه الدستوري وكذلك للمحافظة على العملية الانتخابية. أيضا بذلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جهود كبيرة واستثنائية في سبيل إنجاز كل المتطلبات التي توفر لعملية انتخابية شفافة ونزيهة وعادلة ونحن نثق بإجراءاتها التي تتفق مع القانون. دولة الرئيس المواطنين يتسألون دولة الرئيس من انتخب؟ من يستحق؟ من يستحق؟ شكرا جزيلا. نعم. إذن مشاهدينا كانت هذه كلمة السيد السوداني بعد أن قام بالإدلاء بصوته أكد على أن هذا اليوم الوطني هو استحقاق دستوري وقانوني يتمثل بإجراء الانتخابات المحلية أو مجالس المحافظات العراقية. تحدث أيضا عن إنجاز الحكومة العراقية لتعزيز الاستقرار السياسي وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية بدءا من الحملة الانتخابية وانتهاءا لما وصلنا إليه اليوم يوم الاقتراع العام والتوجه إلى صناديق الاقتراع. إذن مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات العراقية وما يتعلق بالتصويت العام في هذا اليوم.